لم تبح بكل أسرارها إلى اليوم، ولم يستطع لا المستكشفون ولا العلماء فك شفراتها. مدينة سيفار في سلسلة جبال الطاسيل ناجر وسط صحراء جانت جنوب شرقي الجزائر، المدينة اللغز، أعجوبة العالم الثامنة، مدينة الأحجار. أكبر مدينة متحجرة في العالم، مساحتها 89 كيلو مترا مربعا و342 مترا. تضم أكبر عدد من الكهوف والمخابئ على وجه الأرض، تضاريسها صعبة والمسالك المؤدية إليها وعرة ضيقة شديدة الانحدار. لا يمكن اجتيازها إلا سيرا على الأقدام أو على ظهر الحمير. بمجرد قطع هذه المسافة التي تتطلب عدة ساعات، تتراءى لك مدينة سيفار الطبيعية على مد البصر بلوني صخورها الأصفر والأسود. هي أكبر متحف مفتوح لفن ما قبل التاريخ في العالم، يقدر عمرها بحوالي 20,000 سنة. تختلف الروايات حول أصلها، يقال إن الظروف الطبيعية من رياح وسيول نحتتها، ويروى أنها من صنع الإنسان. عرفت حضارات متقدمة وزارها فضائيون ضمن نظرية الفضائيون القدامى. وعززت هذه الأساطير النقوش التي عثر عليها لمخلوقات غريبة. اكتشف العالم المدينة عبر خبير الآثار الفرنسي هنري لوت سنة 1956، بعدما اصطحبه إليها ابن منطقة الطاسيل جبري بن مشاراق محمد. صور لوت الرسومات وكتب كتابا حولها، رسومات الطاسيل، 30,000 رسم وأربعة آلاف شكل صخري لاحتفالات وطقوس وكائنات غامضة ذات أشكال غريبة، ورسوم لرجال يرتدون معدات شبيهة بزي رجال الفضاء، وآخرين يجرون أجساما أسطوانية غامضة، رسوم ما زالت تحير علماء الآثار ويعجزون عن فك شفراتها.